مفيده الفيديو جرافكس اللي من النوع ده جدا جدا، نصايح سريعه ومفيده ان احنا نتابعها. وفي يمكن نقطه كمان من اللي احنا دلوقتي تابعناهم، فكره ان الرياضه بتمنح قوه معنويه بشكل كبير. على فكره ده كلام متخصصين، انا بحب اقرا شويه في الصحه النفسيه. كان في ارتكل قريتها بس الكلام ده من فتره، يعني بيقولوا ايه يا كريم، الدكتوره دي كانت بتتكلم ان في ناس كتيره جدا بتبقى اوقات مكتئبه نفسيا فبتلجا للمهدئات. المهدئات لو بوصف طبيب ما فيهاش مشكله، بس هي في الاخر يعني في الاول وفي الاخر انت بتدمنها، وفي نفس الوقت ان انت تبطلها هترجعك تاني لنفس النقطه، يعني صح. انت مش هتبقى حققت حاجه. الرياضه بقى لو انت رحت مارست رياضه بجد بتفرق جدا في المود، بتفرق جدا صح. في الصحه النفسيه، انت هتلاقي نفسك حتى بتنجز حاجه، يعني تلاقي جسمك ابتدى يختلف، نفسك، صحتك، فده في حد ذاته هيسعدك، هيعمل لك حالة كده إيجابية، فأنت بالتالي هتخرج من الحالة النفسية اللي انت فيها. فخلينا نجرب، أي حد حاسس ان المود بتاعه مش حلو، عنده مشكلة، بدل ما تلجأ للمهدئات والحاجات السهلة وتضر نفسك، حاول تروح مثلا 3-4 مرات في الأسبوع جيم ولا حاجة، تالي ممكن ان هي تفرق صحيح. جدا في صحيح حياتك. ده مش ممكن، ده اكيد اللي انت بتقوليه فعلا، فكره ان الموضوع ده بينعكس بالايجاب على الحاله المزاجيه وحتى على ثقه البني ادم بنفسه طبعا. صحيح. 100% كلام مظبوط، اتمنى فعلا الناس تبتدي تفكر كده. جات لك اسئله بخصوص الزميل الجميل عمرو رمزي، وفي الفاصل بصراحه جات لنا، انا كتبت كده يعني الناس بصراحه ابتدت من دلوقتي تبعت الفنان والاعلامي الزميل عمرو رمزي. روان علي بتقول هو متجوز ولا لا؟ اوبا، بدايه زي الفل للانترفيو مع زميلنا، هنساله يا روان. حاضر. وسامي عنتر بيقول غبت ليه عن الساحه الاعلاميه يا فنان؟ كل الحاجات دي طبعا ومنها كتير، بس انا حاولت كده اختصر. طبعا هيجاوب عليها بقى بنفسه النجم عمرو رمزي في الفقره ان شاء الله. نستهل لقائنا معاه بالسؤالين دول، السؤالين نبدا والسؤالين الاولاني سؤال نميس، بس السؤال الثاني فعلا منطقي جدا ولازم يتسال. صحيح. طيب تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم ونتعرف على مجموعه من التمرينات وتمرينات الفتنس تحديدا مع كابتن احمد عوض مدرب جيم النادي الاهلي. اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير لاعضاء النادي الاهلي كلهم والجمهور النادي الاهلي كله، ربنا يحفظكم جميعا. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه عايزه الناس كلها تستفيد منها والناس كلها بتجري وراها، ازاي اعلي معدل الحرق الطبيعي بتاع جسمي. وده كل الناس بتجري ورا درجه ان هي بتاخد مكملات غذائيه او سبلمنت علشان خاطر تعلي الحرق عن طريق الفات بيرنر، ايا كان بقى نوع الحرق، او اشرب ميه بليمون وكل الافتكاسات اللي بتقولها الناس دي علشان خاطر تعالي الحرق. لا، حضرتك ممكن تحرق او تعالي الحرق الطبيعي بتاع جسمك باحدث طريقه في العالم واقوى طريقه في العالم عشان تخش على حرق الدهون او تحرق اكبر كميه دهون من جسمك، وهي الانترفال تريننج، تصاعدي تنازلي. يعني ايه؟ يعني حضرتك على حسب مجهودك، لو انت بتمشي المكان، لو مجرد مشيانك في المكان ده او ان انت بتمشي لمده او تطلع سلم بتنهج وبتتعب كده، تاخد بريك، يعني تعمل 30 ثانيه مجهود و15 ثانيه بريك، او دقيقه مجهود و30 ثانيه بريك. ايه الفكره؟ ان انا ممكن اعمل جامب دهكت جامد جدا، اخد بريك او اعمل كول داون، كده اسمه انترفال تريننج. ازاي؟ ان انا رفعت ضربات قلبي قوي، زي عملت حركه جسمي مش متعود عليها عشان ارفع بيها ضربات قلبي، وبعد كده اخد بريك واعمل كول داون. طول ما انا برفع ضربات قلبي وانزل كده، انا بحمل اعلى معدل لحرق الدهون. تاني سيزر، رجل ورا رجل، ده اي حركه غريبه عن جسمي هيضطر قلبي يرفع ضربات القلب علشان خاطر يواكب المجهود البدني ده. ففكره بقى ان انا بعلي ضربات قلبي ليه؟ عشان كل ما ضربات قلبي بتعلى وتنزل بيبقى في الزون بتاع اعلى معدل لحرق الدهون بتاعت الجسم. طيب خلاص، جسمي اتعود على الاكشنز دي او الحركات اللي فيها جري وتنطيط، طب هبتدي ازود حركات تانية، لان الانترفال تريننج ده مرتبط بضربات قلبي. ضربات قلبي بتزيد امتى؟ لما اكون بعمل مثلا تمرين زي السكوات، بقعد واقوم واقف. ففي الاول عشان الدم بيروح للعضلات البعيده بيبقى بيعمل مجهود للقلب، فمهم جدا ان هو بيبذل مجهود عالي عشان يوصل. طيب خلاص وصلت المرحله، انا عملت 30 ثانيه سكوات
مش قادر اخد نفسي، فبقى سهل. طب عايز اعلي بعد 3 ايام او 4 ايام يحصل ادابتيشن او تكيف، فده هيبقى سهل بالنسبه لي. عايز اعلي الحرق، فبعمل تمارين مركبه بتشغل اكبر كميه عضلات، زي الرجلين فيها كميه عضلات كتيره قوي فبتتعب القلب عشان اوصل لها دم، هي فكره ان ضربات قلبي تزيد. طب ببتدي اعمل تمارين مركبه، ان انا اشغل رجليا مع ايديا مثلا اللي هو كده، لما بشغل كميه عضلات كبيره الدم بيبقى القلب محتاج يضخ دم كتير لكميه العضلات دي، فالضربات بتزيد. فاول ما بتبتدي الضربات تزيد قوي 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 خلاص مش قادر اخد نفسي، اخد بريك 30 ثانيه واعمل كول داون وانا بتحرك بالراحه. بعد كده اعمل تمرين مركب تاني، زي 1 2 3 واطلع تاني. ده ليفل كده، ما شغلت كميه عضلات تاني اكبر بحركه مختلفه. تاني هنزود مجهود اكبر، ممكن اعمل الحركه دي 30 ثانيه ورا بعض زي كده، 1 2 كده عدينا 30 ثانيه مش قادر اخد نفسي، اخد بريك وانا بمشي في مكاني. دي راحه ايجابيه مش راحه سلبيه. راحه سلبيه ان انا انام خالص، راحه ايجابيه ان اتحرك بالراحه. نفس، بعمل تهدئه لضربات قلبي تنزل تاني. عايز اعلي خلاص، وصلت لمرحله ان الليفل ده او المرحله دي بقت سهله بالنسبه لي ما بتعليش ضربات قلبي، يبقى ابتدي اخد خطوه بعدها واطلع رجل كده، زودت تاني واطلع الرجل الثانيه. تعبت مش قادر، باخد البريك 30 ثانيه 30 ثانيه. هفضل شغال كده لمده كام؟ 45 دقيقه، بطلع بضربات قلبي وانزل. طيب عايزين نصعب اكتر، جامب طلعت لفوق كده، شغلت عضلات ثانيه فيها توافق عضلي عصبي. تاني ممكن ابتديها بسكوات جامب، هنا ليفل اعلى، بس لو حد وزنه تقيل او عنده مشاكل في ركبته او في ظهره ما يعملش الجامب، يعمل سكوات ني سكوات ني. بقت سهله، سكوات سايد سكوات سايد. تاني سكوات لبره كده، شغلت كميه عضلات كبيره جدا، مش قادر اخد نفسي، اخد بريك بريك 30 ثانيه، خدت نفسي، اعمل اكشن تاني، كيك باك كيك باك كيك باك كيك باك. هي الفكره ان كل ضربات قلبي لما تعلى بتعلى بسبب ان الحركه جديده على جسمي. تاني هنزل كيك، هنزل كيك، دي جديده على جسمي فبتخليني جسمي اول ما بيحفظها او ضربات قلبي بتهدى نتيجه ان جسمي تكيف عليها حفظها، فده مهم جدا. اول ما الحركه تتحفظ اغيرها، ليه؟ عشان اتعب قلبي ان هو يزيد، فاعمل الانترفل تريننج ان هو يطلع بضربات القلب قوي بعد كده ينزل نتيجه مش قادر. هعمل جامب تاني كده، انا صعبتها قوي، محدش يعمل الحركات دي الا اذا كان واثق ان هو يقدر يعملها. في حركات تانية زي توافق العضل العصبي اللي هو مثلا هطلع واعمل كيك سايد كده، شغلت حركات اكتر. يعني كده لو انا عملت سكوات كده غير لما اعمل سكوات كيك، دي اصعب لان انت بتعمل هولد او ثبات للمنطقه بعد كده بتضرب وترجع تاني، فدي حركات اصعب. تاني هنا لما بنزل اعمل طعن او لانش، بنزل واطلع، دي سهله. مع بعض الناس المبتدئين بتبقى صعبه جدا، بيخلص العشر عدات او الثلاثين عده او الثلاثين ثانيه كوقت مش قادر ياخد نفسه. طيب بقت سهله، هعمل ايه؟ اورترنيت يعني رجل ورجل، داون الرجل الثانيه، داون تحت تحت. بقت سهله وبقى قلبي ما بقاش ضربات تعلى قوي لما بعمل 30 ثانيه.
اصحابها ازاي؟ شغل ايد، هطلع رجل الجنب التاني كده، انا عملت توازن كده، اشتغل بعنصر التوازن، فده بيعلي ضربات قلبي. اصعب شويه، اصعب شويه، خلاص دي بقت سهله خطوه وخطوه. هنبتدي نصعبها اكتر بين رجل عكس رجل، ها بالجامب، بالجامب ايدي اصعب، مفيش بريك في النص، خلصت 30 ثانيه كده. بقى احنا عرفنا نعمل انترفال تريننج عن طريق كارديو، اللي هو كارديو فاسكال، الحاجات اللي فيها تنفس زي الجري، جامب روب، زي الحاجات دي. والحاجات اللي ممكن اعمل بيها انترفال تريننج باستخدام العضلات، عن طريق ان انا مشغل عضلات كتير في وقت واحد، فبتحتاج دم كتير، بتخلي قلبي ضرباته تزيد. المهم في التمرين بتاع انترفال تريننج ان ضربات قلبي تزيد قوي، حلو، بعد كده تنزل. في النزول ما ينفعش اعمل بريك سلبي، يعني ما ينفعش اقعد، ما ينفعش اقف، لازم امشي بالراحه في المكان، عشان ما ينفعش اطلع بضربات قلبي فوق قوي بعد كده اقف مره واحده، غلط على القلب، يبقى في مشكله بالنسبه للقلب. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله. اتمنى تكونوا حضراتكم استفدتم من تمرينات كابتن احمد عوض.